السلام عليكم أعزائي ومتابعيني من قناة محمد رقل. نرجع لكم اليوم دراجة جديدة راح نسوي لكم عليها شبه ريفيو. الدراجة من شركة بنلي TRK 250. طبعا أنا أعتبرها التوأم مع البنلي 502 الأكس. طبعا هاي الدراجات تجي من فئة الأدفنجر، يعني بين قوسين الرحالة اللي تقدر تطلع بيها رحلات، مخصصة بنفس الوقت للرحلات الطويلة. يعني أكو جماعة راح يسأل هاي ترهم للداخل؟ ترهم للداخل، لكن الدراجة هواي منطيها مواصفات حتى تسير للرحلات الدولية أو الداخلية. محرك الدراجة 250. الحلو بالدراجة هاي بيها مواصفات كلش حلوة، قريبة على ال 502 اللي عندي، أكيد كلكم شايف فيها. أنا أخذ لكم عليها فرة سريعة. حاليا ناخذنا فرع بالدراجة نشوف رأينا بيها. أنا أول مرة طبعا أسوق ال 250. المراوغة مالتها لحد الآن حلوة. لحد هاي اللحظة الدراجة كلش خفيفة، يعني مقارنة بالبنلي مالتي 200 502. لا لا لا، ضخمة ضخمة حيل. هنا هواي أنعم. أحلى شي بيها حاليا دا أشوف الخفة مقارنة بدراجتنا. هذا التليوف صعب عليك. موضوع الجنب فشوية واحد لازم يشد بيها، لأن هنا اكو حلوة كدراجة صوت ناعم بيها. تستاهل والله، واحد ياخذها تستاهل. دراجة ناعمة خفيفة حلوة. انا اشوفها للاوف رود اكثر راحة. الفرة مالتها مع الكيرب مالتها ما شاء الله حلوة. ربي يسترها لك اخونا مصطفى. نحكي لكم بصورة سريعة اول شيء المواصفات العامة عن هاي الدراجة. الدراجة محرك 249 بالضبط. طبعا هي اعتقد هنا مكتوبة شنو 51 250، او مهم مكتوبة 250، بس هي بالحقيقة المحرك مالتها 49. كمحرك مالتها يطلع 26 حصان، يعني بالنسبة لي كأحسن أنا أشوفه هذا المحرك كل زين. وزن الدراجة 153 مع الجناط بدون تفويلة بنزين، يعني إذا أويل بنزين البنزين تأخذ مالتها التانكي 17 لتر، يمشي كل لتر تقريبا 21 كيلو. أشوفه يعني اقتصادية بعض الشيء. أكيد الدراجة ما ننسى جايب واحد سلندر فيت بام، نظام نوز حقن، نظام حقن مباشر مثل ما تشوفون. هذا هذا الموضوع انا حكيت قلت لكم هوايبي راح اعيده عليكم. شنو فرقه عن الكابريتر شباب؟ يعني انت مثلا الرحله مالتك 200 كيلو وبكم ما تصرف 7 لتر راح تصرف 5 لتر. الاقتصاديه مالتك يعني اقل شيء 3 لترات 4 بالنوزل. الكابريتر نظام قديم، نظام به مشاكل، مستحيل الشركات الجديده بعد تخلي نظام كابريتر، فهذا اتفقنا به بعد ما راح نقول به. فاكيد دراجه جديده راح يكون نظام نوزل. الحلو بالموضوع مثل ما تشوفون جاي دبل مقلوب.
الدبل المقلوب شيء جديد صار بعالم الدراجات. بنفس الوقت القطر مالته 41 الخلفي 51، يعني جدا هائل، يعني يتقبل صدمات، يتقبل اوفرود كلش قوي. التايرات جايه تشوبلس حجم 17 اعتقد، الامامي 110 والخلفي جاي 150، بس خليني اتاكد من عنده 150 17. الحلو بالموضوع اني هذا اللي قهرتني بالتي ار كي مالتنا، التاير مالتها تشوب هنا تشوبلس. عموما الدراجه حاليا سعرها بالشركه 45 ورقه بدون رقم، كسعر انا اشوفه مناسب، يعني كدراجه رحاله موديل 23 مواصفات كلش حلوه بيها. حاليا راح اسال الاخ مصطفى اللي هي دراجته حقيقه اللي اليوم قال تعالوا شرحوا عليها، شوفوا الدراجه، انطونا رايكم بالدراجه، فخلي هو اليوم بعد هو يشرح. انا هشرح حمد شوي عليها اللي اعرفه، بس راح اساله كم سؤال ونبلش. شلونك اخوي مصطفى؟ السلام عليك. شلونك؟ الله يحفظك. شو اخبارك؟ شكرا على انه جبت لنا الدراجه واليوم نشرح عليها. بالخدمه. انا بالخدمه. رحم الله عليك. يعني امانه الله ورسوله، انا احكي امانه الله ورسوله، انا جناي دراجات من 2007، جنيت الدايوان كل الدراجات جنيتين، وانا شغلتي توصيل، توصيل خاص لي يعني مو شركه له هاي. فالمسافات اللي اقطعها باليوم اذا ما اقدر امشي ف 90 60 70 باي المسافه، انا مكاني بالحسين مسافات طويله واطرافات اطراف بغداد، يعني انا اروح الباقوبه الجديده نوبه، ارجع وين حي العامل، ارجع للبلديات، يعني مسافات بعيده جيد. اما بالنسبه للبنزين امانه الله ورسوله 5 لترات صرفت عندي ما يقارب 300 كيلو امانه الله ورسوله، اي اقتصادي يعني تقريبا 21 لتر مثل ما هو ماكو ابد، يعني ما ابد مواصله للنص. بالنسبه لمشيها انا ماشي بيها فوق ال 100 السرعه القصوى قد ماشي بيها، تعرف هي خطوره تصير بيها، احنا لازم نحافظ على سرعتنا، احنا نجرب اي. فانا مشيت بيها تقريبا 135 الى 130 ماشي. الشركه تقول تتحمل 150 تمشي بيها الضاغط على المحرك، بس تمشي 150 وللعلم يعني الرون مال السكليتر معابر ال 8 حلو، يعني انت مخليها براحتها 8 اي مخليها براحتها، لا رجع لا رزانة بالشارع، ترى كلش قوية ما انت الله ورسوله، وانا مكان في الحسينية ترى في الحسينية طيسات وكذا صح، تحتاج الدبل قوي والله وديه. وهاي الدراجة انا صار 11 يوم ماشي بيها اقل 700 كيلو بعدها، يعني جديدة بعد هي انا صار تقريبا 11 يوم من ماخذها. تنصح بالدراجة ولا لا؟ ما انت الله ورسوله كلش فرق من السماء القاع عني من شفتها عن الدايوان، يعني انا جناي دايوان 150 وجنيت ال 200 فأكيد شفت فرق حقيقة، يعني البنلي حاليا راح يغزي السوق العراقي، غزا سوق مصر، غزا سوق السعودية، حاليا راح يغزي سوق العراق اللي إن شاء الله راح تنكثر هواي من هاي الدراجات. راح أسألك سؤالين بس سريعات، شلون اختاريتها؟ يعني على أي شيء السبب إنه اختاريت هاي البنلي هذا الموديل؟ ليش ما اختاريت غير موديل؟ ما اختاريت غير شركة؟ مو أنا المشكلة إنه دايوان يعني 2007 انا اجنبي دايوان طبعا هم صيني، بس هاي هم صيني بس امتياز ايطالي، لكن الدراجة ما خدمتني، قامت يعني من عبر مسافه 70 كيلو او 80 كيلو ما تخدمني، تحسها ما مسيطر عليها مو رزنه حماوه، وللعلم يعني معدل سرعه ما يعبر 90 100 ما يوصل، من توصل بهذا المعدل السرعه تصير بيها رجع المحرك ما يتحمل يصير عليها ضغط حلو. فهاي الامور كلها هنا هاي مرتاح بيها، هاي امانه الله ورسوله، يعني انا اقول لك امانه الله ورسوله، يعني الدراجه خير من الله حلو. يعني انا ما شاء الله يعني مصالي تقريبا 11 يوم خير من الله، ما خليت مكان ما طلعت بي. مرتاح هاي المسافه انا اللي ماشي بيها. تتمية واربعة وسبعين كيلو حلو. الدراجة العدسات اذا تقدر تشعلنا مالتها العدسات العيون اللي دماتها كلش حلو حقيقة، فشي جدا راقي. أنا أعتقد العالي صحيح؟ ذاك العالي ومن الإشارة الجوة بيها دبل إشارة؟ لا ما بيها دبل إشارة. يحتاج تضيف لها دبل إشارة يعني. عموما دراجة كلش حلوة كترتيبات. راح أشيكم بعد بصورة سريعة عن الدراجة. الدراجة مثل ما قلت لكم وزنها 152 كيلو. هسه كل الناس راح يقولون وزنها قليل، بالعكس الدراجة أنا بالنسبة لي كل ما يقل وزنها تكون للأوفرود وللمراوغة للصعود والنزول أكثر، يعني شلون أكثر تكون بيها تاخذ راحتك، كل ما الدراجة يكثر وزنها أنا أحسها شوي راح تعب السائق صراحة، حسب تجربتي بالبنلي 502. 152 ما أشوف بيها يعني قليل وزن، بالعكس الحلو اللي جاي الباكج مالتها الكامل بالجناط، والأحلى إنه هاي جايات مبطنات. ترى انا محملها غراض هاي مو مشكله، بس احنا دونش على البطانه مالتها شباب، باعوا البطانه مالتها جايه هذه بريحه الشركه بعدي ريحه الشركه. هاي البطانه بدي احكي لكم عليها،
ديش الجنط مال الخمسمية واثنين مالتنا ما جاي ربطانة طبعاً. مع العلم هن اثنين هن من شركة بنلي يعني الجنط، بس ما أعرف ليش هاي مداريها جماعة ال 250 مداريهم. عموماً راح أشيكم بعدها بصورة سريعة. الدراجة ما ننسى جاي بيها نظام تبريد اثنين، الكابرة عفواً الشبكة جاي بيها تبريد مي وجاي بيها تبريد هواء. الهواء يعني هو الدراجة من تمشي تضرب هواء المحرك، هذا يعتبرونه تبريد. تبريد الثاني جاي بيها تبريد مي راديتر. عموما نظام كلش قوي. الدراجة انا اشوفها جدا عملية، يحتاج لها كم ترتيب انه انت ترتبها، يعني تضيف لها درع، تضيف لها درع جوا، ترتيبات بسيطة. اعتقد ذكرنا السعر، سعره بالشركة 45 داخلة صغيرة. اي عادي براحتك. طبعا امانة الله رسوله قبل تقريبا 7 ايام او اقل انا وزني 122 اصور 122 أي. يعني فوق ال 120 يعني مو مثلي ضعيف. اي وشخص ويا صديقي 142 تصور كذا يعني بايد صدقكم عليها كنا يا امانة الله رسوله مسافة 45 كيلو قطعنا بيها لا تاثر بيها وهاني العلم يعني 95 100 امشي بهذا معدل السرعة. دراجة كلش قوية امانة الله ورسوله. معلومة الدراجة ترى عندنا واحد باكستاني انا متابعه شخصيا، سافر من باكستان دخل السعودية دخل الأردن وصل إيران افتر بها إيران ورجع بهاي الدراجة، بس مو رديف واحدة كان. فدراجة ما عليها نزاع، للترحال ما عليها نزاع، لا حد يجي يقول لي هاي مدري شنو هاي صغيرة محركها، حجي هاي مصانعيها للترحال شركة بن الله تعرف تشتغل مو احنا نشتغلها. فلا حد يجي يعلق عليها يقول هاي الدراجة سعرها غالي، هاي منو قال لك للترحال؟ لا حجي للترحال وناس مسافرة بيها ومسوية ترحال صح شوية للترحال الأقل، يعني مو مثل 502 يمكن احتمال تقطع دول يعني مثلاً أوروبا تقطعها من الطول للعرض. هنا لا هنا شوي أقل قطع. أنا بالنسبة لي أشوف بها ضخامة يعني ضخمة. إيه أكيد ضخمة أي. بس أنا حركبها طبعاً هنا لابس شورت لأن غلسة لحد يقلق. عموماً القاعدة الحلو مالتها تشوفون رجلك رجلك هنا داخلة، يعني من يجيك هواء من هاي الجهة راح يطلع الهواء كليته. هواي من الدراجات هذا المكان عايفينه مفتوح، فبحيث شكو هواء راح ينضرب عند هنا عندك، هنا لا الهواء بالعكس يجي ويروح من عندك. الجامة صغيرة بس اوكي تقدر تضيف لها جامة اضافية، المرايات شوية صغيرة بس عموما اوكي انا دا اشوف واضح بيهم. هاي تقريبا قاعدة الدراجة مريحة. مثل ما قلت لكم تاخذ 17 لتر. من المواصفات اللي حاطين بيها ماتين عندك هنا مال الشاحن، معوزها بعد بس الأوكس، لا الأوكس ما يحتاج له يوم السيارة. عموما هاي الدراجة، إذا عندكم سؤال عن هاي الدراجة راح أخلي الانستا مالتي انستغرام أي شيء يسألون عن هاي الدراجة. اللي عنده هاي الدراجة راح أحكي بصورة عامة، الدراجة ترى تاخذ لتر و 400 سي سي للدهن، يعني هاي أكو فقرة أنه خاف ما حد يعرفها، لتر و 400. الفلتر مالتها هذا الفلتر مالتها اعتقد موجود، الفلتر مالتها موجود بالشركه اشتريته؟ اي موجود، هو التبديل عليهم هو يا حسن هنا ايه. ابو محمد هو المسؤول عليها. طبعا الفخر كله الى امانه الله ورسوله. ابو محمد يومي ما طلعك ما طلعك. اي والله صح ابو محمد مشتاق لك، الاب مالتنا الروحي لو بالدراجات انا والله هيك اقول حبيبي ابو محمد. الفلتر مالتها هذا طبعا اعتقد يعني حتى تلقاه بالسوق، بس الافضل دائما ناخذ من الشركه من باب الكواليتي مالته، هاي المنظومه مال التبريد الدهن اللي كلش عفوا تبريد المي كلش راقيه. المحرك انا اشوفه كلش زين ما مقصر. طبعا جاي بها مربلات حتى تكون اوف رود. هنا السائق الخلفي راكب الخلفي. بعد ايش عندنا؟ بنك اكيد بها طبعا لان هي تبريد مي. نشوف مالت الكشن. الكشن البنلي انا اشوف كلهن يعني رتبوهن بعد ما صار بهن عيب موضوع الكشن، لان اكثر الكشنات الدراجات الهنديه هذا مالتهن المقعد متعب متعب، هنا لا لا مشتغلينه صح. عموما اللي هنا بعد ما عندي شيء عن هاي الدراجه، اذا عندكم سؤال مثل ما قلت لكم على الانستغرام ضيفوني وسالوا عن هاي الدراجه ايش اللي هنا. انتظرون ان شاء الله فيديو جديد، لا تنسون باللايك والاشتراك، تقبلوا تحياتي، في امان الله.